واسطة وشو؟ واسطة فوق النظام. استخ واسطة في الباء والف. أذكر الله في الله الله رابع الله. ابتدائي أنا، لأنها موقف صعب جدا. أولى ابتدائي؟ إيه رابع. لا ما بقوله. كان في معنا طالب شقران 4 اكس تريبل اكس، ها اكس 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 لارج. وفي رابع ابتدائي هذا بيموت هذا. وقال المعلم الرياضيات، قال حول من ريال لقروش لهلالات مدري ايش لمئات الوف. لا يا رابع ابتدائي وش دخل 100 الوف؟ من قروش لهلله مدري ايش ريال. طلعنا احنا 4 ما عرفنا. كان معنا الدب هذاك الله يذكره بالخير. كلنا 3 نحاف اي هوا طيحنا، حط هذاك في اليمين، وقفنا اخر الفصل قعد اسهم. لا قال يلا كل واحد يوقف يرفع رجوله، رجل واحده يرفع يدينا، نوع من انواع تنتهي الحصه. حتى الدب معكم؟ حتى الدب معنا يطيح عليكم. وقدر الله المقادير جت هزة أرضية ما سجلتها أظن المملكة. مقاس يخطر كم مدري طاح على اللي بجنبها. أنا أبغى أعرف اللي بجنبه والثالث، ليش أنا الأخير الرابع هنا؟ ليش صاملين ما نزلوا رجولهم يهربون؟ أنا ما أدري. بعدين تعرف الابتدائي لما تنفذ العقاب ما بزي اليوم، تراوغ كذا. لا عيونك مبحدقة في الصبورة. سمع وطاعة. الأربع. أيوه. جاء التدخل السريع وجاء الهلال الأحمر والدفاع المدني وقصوا. يا رجل إيش دخل أنت؟ هزة أرضية يا ولد. تسمع الصياح اللي يبكي. ذاك اللي راح فيها الثاني اللي بعد الدب. رجوله من قريب طاح عليه من قريب. من قريب هو اللي حس طيحه الجبل. قومنا المدرس وضرب يدينا بعد. قال هذا تخاف احنا واقفين. قال ها احنا نتلعب، احنا نبغى نمزح، نبغى نضحك الفصل. ضحك على بكى على كذا كذا كذا. عود اخذ هذاك الدب وقفه في الزاويه لحاله. وقفنا هناك، رجع سالنا الثلاثه، عرفنا القروش عرفنا الهللة وعرفنا التحويل وعرف يبغى جدول القسمة. اجي خلي الدب يطيح عليكم كل يوم. والله لا يوريك، والله العظيم ما نسيت هذا الموقف. يا رجال طيحها طيحها. بعدين المدرسة ما كانت بلاط، الأرضية صبة سبنتيات. عز الله لا يوريك. اذا عندنا مدرس إذا كان يسمعني الله يذكرك بالخير وسامحني. أنت تطلع أطلع يا محمد. المدرس ياخذ الأخشبه زي كذا بس إنها سميكة شوي. عنده اثنتين مدري ثلاث، كل واحدة لها اسم. واحد أذكر واحدة اسمها القشرة. قشرة؟ إيه يطقنا بها. حلوة. وعلى يطقك واحدة تبكي على طول. حلوة يا قشرة. إي والله. يمسك واحد منها هو حق دين، محفظ القرآن واحد منها. يمسك يطق ولا بك هذاك صامل يطق. اي والله يطق مراجل غلاب. كان يطق لين جاء عند العاشره. طق العاشره لين جاء بيت العاشره. يا راس ادخل ما ي... لا 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 طلع احد انه ما يرجع ليبكي. خارجنا بعضهم كذا. في معلم ولد عمتي. كنا في مدرسة هذيك مدرسة. لا في مدرسة قديمة، مبنى قديم 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 قديم. أخوي معلم تخرج من نفس المدرسة ورجع درسني في نفس المدرسة، بس درست في المدرسة القديمة أولى ثاني وثالث، بعدين انتقلنا للمدرسة الجديدة وأنا في رابع. لا خامس ابتدائي في المدرسة الجديدة. الملعب باقي موجود عند المدرسة القديمة، قريبة ما بينها مسافة كثير. يجيك المعلم
جاوا المدرسة القديمة مكتب فيها بخاخ، الناس تروح تلعب العصر، جيران واللي معهم يدرسون كتبون. جاء اليوم الثاني قال المعلم إن شاء الله اللي كتب، أنا عندي حاسة إن اللي كتب تنكسر يده بكرة. والله جاء اليوم التالي اللي بعده مفلوق يدي مكسورة، واحد ما يداوم لازم يروح معاه نص الطريق أمه وأبوه يكمل بحث المدرسة من الخوف، عاد تبيه يروح العصر يلعب ويبخ هناك المدرسة. واحد ثالث ما يجي المدرسة إلا بالنقل المدرسي، باص ما في باصات عندنا، شاصات وصوالين تخيل يعني ما بيروح يلعب العصر، يلا هنا يداوم بالنقل المدرسة، عاد تبيه ما في الا انت يعني داومنا الثلاثة وكسرت ايدينا. قال لا تخميني جاء غلط، يقول ذولا انا اعرفهم يلا هنا يداوم، عاد تبغاهم يجون العصر يلعبون هنا يبخون في المدرسة، لا لا ذولا توفى حرام. جاء مضاربة في نفس اليوم بس على حصص سادسة كذا، انضرب واحد راح علم المدير أثاري، هذاك اللي ضربه أمسكه براسه ودقه في الجدار، والجدار بوية بيضة وعلم فيه، علم في شعره بوية، علم في شعره أبيض حلوة. الولد جاء عندي أنا وكنا فصل واحد أنا واللي يدي مكسورة وواحد لا فصل ثاني الثلاثة، فجاء الولد بعد ما انضرب جاء جلس عندنا، جلس عندنا قال المدير حنا على اساس الجبس احنا دقينا بالجبس يشتكي من راسه، هو زميل لنا في خامس اللي ضربه ما بحنا بس جسم، قال افتح يدك، كنا ننضرب بالسلك حق المسجل اللي يشغله مدرس القران يعيد لك القراءه، بالمسطره الخشبيه كأنك تنجلد بالسلك حق المسجل يلف على يدك ثلاث مرات أربع مرات، يعني تنجلد من هنا ومن هنا ومن هنا، إذا جت في وجهك الأمور طيبة ما تجادل. أكيد المسطرة البلاستيك تعرفوها الخضراء والزرقاء والحمراء، الله 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 والله ننجلد بها كذا، والخشب ننجلد بها كذا فوق الأصابع. مساء أخي الله يسعد مساك. مواقف صارت لك في الابتدائي حتى أسامة قد هي تحلم يا أخي تدخل في الجاهلية والإسلام، أنا قلت جاهلية والإسلام، قلت مواقف لو باك تعلمنا سالفة موقف صار لك، قلت أنت قلت مرحبا في الجاهلية والإسلام لك ها. قلت أسامة أخي طيب رجع يتحلم ايش تخرب عليه، أسامة أخي قلت لك نبغاك تعطينا موقف صار لك كنت في الابتدائي طرفة كذا، عطى بالمخدة بالله على وجهها شوي ممكن تقدر ولا ما تقدر؟ والله عاد خلاص انا اعطيكم موضوع الساعة واحدة خلاص اشوف اللي يجي محمد بجيك بجيك. المواقف كثيرة والله كثيرة جدا، بس خلني اتذكر موقف في المتوسطة صار، هذا الموقف الموقف صار في المتوسطة، طبعا انا ماني حق مشاكل، ماني حق مشاكل مرة باين من وجهك بريء ما شاء الله. اي والله انا مو يطول عمر السلامة ثاني متوسط اذا ما خاب ظني او اول والله ما ادري، المهم ان نصلي وكان معنا طالب اسمه مسفر او سفر 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 الشهراني ما انسى اسمه باقي، المهم يناقر مناقرات يحذف كلمة، المهم في ذاك اليوم خلاص وصلت الحد، كنا نصلي الظهر واحنا نصلي يزبط رجولي يزبط رجولي ويسحب من الشعر، وانا اقول كيف حفظت هذه؟ لا لا من فين اخذت هذه؟ لا 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 هو كان يزبط حتى يضرب يعني معه نبيله تف على رجولي. قلت طيب بسمك يا رحمن، نخلص الصلاه والتفت وراي ما بكيت ما بكيت؟ لا لا ليه بكيت؟ التفت اللي هو السفر ومع واحد ثاني، الثاني ذاك طويل. هلا يا هلا في كل وافي.